مشاهدينا، نحن معكم الآن من أحد الحقول الزراعية الذي تعرض للقصف المدفعي المباشر من قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين. هذا الحقل الموجود في منطقة سهل الغاب بالقرب من قرية خربة الناقوس. أكثر من 1500 دلم احترقت بالكامل، كانت مزروعة بالقمح بسبب القصف المتكرر من قوات النظام الحقل. كما نرى وإياكم في الصورة، مساحة شاسعة تقدر بأكثر من 1500 دلم حرقتها قوات النظام بالكامل بعد استهدافها بسلاح المدفعية. قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين تنفذ رمايات متكررة وشبه يومية على الحقول الزراعية هنا في منطقة سهل الغاب. صباح اليوم السبت نفذت قوات النظام أيضا قصف مدفعي استهدف آلات الحصاد في المنطقة، مما أدى لاشتعال أيضا مساحات زراعية أخرى. كما نرى في الكاميرا سنابل القمح لا تزال محملة بالحبوب إن صح التعبير، أحرقت بالكامل من قبل قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين. سنويا تقوم قوات النظام باستهداف المحاصيل الزراعية هنا سيما القريبة من نقاط سيطرتها. يقف المزارعون هنا عاجزين عن إخماد النيران بسبب أن هذه الحقول مكشوفة بشكل تام من قبل قوات النظام. أيضا يعجز الدفاع المدني عن الوصول لهذه الحقول وإخماد النيران فيها بسبب التخوف المستمر من قصف قوات النظام لآليات الدفاع المدني. حقيقة لا نستطيع فتح الكاميرا أكثر هنا في هذه المنطقة، لأن قوات النظام تكون شبه كاشفة للمنطقة بشكل كامل. كما نرى في الصورة، حقول زراعية شاسعة أحرقت بالكامل بسبب القصف المدفعي المتواصل من قبل قوات النظام. كنت معكم من منطقة سهل الغاب بالقرب من قرية خربة الناقوس، مصعب الياسي.